خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه وفقاً لما حددته وزارة الأوقاف المصرية هيكون موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر ربيع الأول 13 سبتمبر 2024 بعنوان ولد الهدى فالكائنات ضياء. وقالت وزارة الأوقاف أن الهدف المراد توصيله لجمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي العظيم لا يتحقق إلا بأن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، خصوصاً مع الأسرة والجيران وكافة تصرفات الإنسان. النهاردة هتستضيف مصر على الصالة رقم 2 بمجمع الصلاة في استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة 18 من بطولة إفريقيا لجمباز الأيرابيك المقرر إقامتها خلال فترة من 13 ل 15 سبتمبر الجاري. النهاردة هتقدم دار الأوبرا برئاسة لمياء زايد حفل 100 سنة غناء أوبريت غنائي لتكريم الموسيقار بليغ حمدي، وبيقدمه الفنان علي الحجار، وده تحت رعاية وزارة الثقافة، وبيقام في تمام الساعة 8:30 مساء على المسرح الكبير. بيشارك بالحفل عدد من النجوم هم إيناس عز الدين، حنان عصام، أحمد عبد العزيز، أمنية صبري، كما ينضم للحفل ضيوف الشرف الفنان وائل الفشني ومحمد محيي.